سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذه هي الكماله ديال لا فيديو اللي ما كنت شاركتها معكم، لا فيديو اللي قبل. الوغ اليوم غادي نشارك معكم مشتريات ديالي من ايكيا ومن جي واي اس كي. صراحه خديت دي تروك واعرين بزاف، دي تروك ديال ديكوراسيون اورغانيزاسيون، وبغيت نشاركهم معكم. الوغ غادي نبدا بال جي اس، لا جي واي اس كي. هاد السميه هادي ما عرفتش شنو، ديما تالفه ليا، كنت بغيت تلزق ليا بدماغي. anyway غادي نوريكم شنو شريت، وهانتوما معايا في الفيديو. مهم البنات، غنبدا بالخدادي. لقيت هاد الخديه هادي غزاله، حمقاتني عرفتي، زوينه. هذا فهاد اللون هذا فحال الغوز، ما عرف شنو سميتو، فحال بنفسجي بارد. خديت هادا هاد اللون هذا في الموتاخت. وهنا بالنسبه لورغانيزاسيون خديت هاد الشبيكات بحال هكا، ها هو بالنسبه للمغازه سميتو جي واي اس كي. هادو لورغانيزاسيون غزالين، خديت جوج وخديت من هادو حتى هما جوج. هادو كيجيو فنين، هادو واعرين. هادو سميتهم لينا. هادو الا عندكم مثلا شي شنو سميتو، شي كومود، ما عرفتش كومود شنو هي بالعربيه البنات، ما تديوش عليا عرفتي، قلتي هربوا لي الكلمات. مهم الا عندكم شي مجار، لا ماشي مجري، الا عندكم شي بلاكار ولا شي حاجه عريان ما فيه لا بيبان لا حتى شي حاجه، وعندكم بزاف ديال لي تروك باغين تحطوهم، كديروهم هنايا وكتخليهم في هاد السليله. منها كيجي الديكور زوين، ومنها واخا الواحد يشوفها من محطوطه ما كيعرفش شنو فيها لداخل، مغطيه يعني مستوره من الجناب وداك الشيء. خديت جوج نفس الشكل بحال هكا. والبنات هاد الجي واي اس كي عندهم الفوطات واعرين عرفتي، واعرين واعرين الفوطات. خديت فوطات بحال هكا، وحده في البلوسيال، هادو فوطات ديال الوجه، وخديت جوج في الباج، باج هذا ولا غري ما عرفتش، ولا ما عرفت كيبان بحال الباج، باج. صافي خديت وحده اخرى من هادي، وهاد السلات هادو اللي حمقوني واعرين واعرين. خديت بحال هكا، انا عندي واحد البيت صغير في الكوزينه حاطه فيه، كنحط فيه التقديه، كنحط فيه لي باد، كنحط فيه قراعي ديال ما عرفتش الزيتون، داك التخربيق الشعريه، داك المسائل اللي عندك، حيت انا كنشري بزاف وكنحط. الوغ شريت هادو جوج وشريت الكبارين ديالهم. دابا لا ديكوراسيون، هادو خديت هاد الصينيه هادي، هادي انا غادي نحطها فوق الطبله ونحط فيها لي تروك اللي شريت ليها، وغادي نوريها لكم ونبارطاجيها معكم. هنايا شريت هاد الفاز هذا في الكحل، حيتاش انا عندي فوطوي في الكري غادي يجيني، ماشي دابا. انا هاد الفوطوي اللي عندي غير مدبانيا به، وعندي عندي الخشب والكحل، الو دخلت عليه الجولد كولر. صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي شريت من جي واي اس كي. وبالنسبه للايكيا خليكم معايا وغادي نوريكم شنو شريت من ايكيا. البنات هادو هما المشتريات ديالي اللي شريت من ايكيا. شريت هاد الخديه هادي في هاد اللون هكا، كتجي غزاله، كتجي زوينه. شريت هنايا هادو، انا غنوريكم
شنو غادي ندير بيهم. شريت 8 غادي نعلقهم في الحيط، غنوريكم كيفاش كيفاش تستعملوا لي كادغ وديروا بهم ديكوراسيون في الدار، ماشي غير تحطوهم هكا كيف ما مولفين حنايا كنحطوا التصاور لي كادر ديال التصاور كنحطوهم حدا التلفازه ولا كنحطوهم فوق شي حاجه. دابا ولات ترند ديال لي كادغ كتحطوا فيهم التصاور وكتحتى تعلقوهم، كيجي الديكور ديالهم زوين. انا غنشارك معاكم في فيديو واحد اخر. وشريت هنايا شريت 3 في الجولد، هادو غنديرهم في بيت ديال ولدي. و خديت هادي حمقاتني، هادي غنحطها هنايا مع ديك الصينيه الجولد اللي خديت. وهذا خديته الباز الكحل من ايكيا حتى هو. وشنو اخر؟ والبنات هادو كنت وريتهم لكم في الفيديو اللي قبل، غير شويه وريتهم لكم كيجيو على هذا الشكل. انا غادي نحلهم وغنصايبهم وغنوريكم كيفاش كيجيو. فوالا البنات، ها هي كي كتجي، كيجيو الصراحه زوينين. فيهم هنايا بغيتي تجبديها ولا شي حاجه كتشديها من هنا. فني نشوف كيكونوا بحال هكا، ها انتما كتطلعيها بحال هكا، كتكون بحال هكا كتسديها الا بغيتي تخبعيهم ولا شي حاجه. ملي كتبغي تحليهم كتحليهم هكا، ما عرفتش فين هي اين جايه، كديري بحال هكا. هذه هادي، ولكن هادي ماشي هي اللي كنت باغيه، غادي نعاود نرجعها حيتاش انايا باغيها بالغطايه كتغطى، حيتاش كنصايب الكيك كنبغي نحطها فيه وكنغطيها. هادي غادي نرجعها صافي. هادشي اللي كاين، انا غنوريكم كيفاش غادي تجي الصينيه فوق الطبله وخليكم معايا. وهنا البنات، هادي هي الصينيه اللي كنت وريتكم، حاولت ندير انتي ديكوراسيون، عمرتها بحال هكا كتجي بحال هكا. هادو ما شريتهمش، هادو ديجا كانوا عندي. وهادي شمعة خديتها من ديبو، راكم الى شفتوا الفيديو قبل راني دخلت ليه واحد المكازا سميتها ديبو. المهم هنايا شمعة من الداخل، منين كتسالي كتطفيها وداكشي كتغطيها بحال هكا كتجي زوين، كتبان بحال شي ديكور ولا شي حاجه، ولكن من الداخل فيها شمعه. عقلت تمام شحال خديتها، باقي لها شي 8 اورو بحال هكا خديتها هي بهاد البرد هذا. واخا هذا اللي ما عجبنيش فيه هو تيتحتت، هانتوما شو كيخلي داك الشعر صافي، كتجي على هاد الشكل بحال هكا. نوريكم كي كتجي فوق الطبلة، كتجي بحال هكا. البنات الفيديو ديالي غادي تسالي هنايا، هذاك الشيء اللي شريت كامل قدرت نشاركه معكم. كنتمنى لا فيديو تكون خفيفه عجبتكم، خديتو دي زيدي على شنو ممكن ديروا انكم في الديكوراسيون ديالكم. ما عرفتش عجب عندك انكم لا علاقه مع الموضوع. هادشي اللي كاين، هادشي اللي قدرت نشري. ما تنساوش ديروا لايك ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. هادشي اللي كاين، نتلاقاو في لا فيديو الجاي. تشاو.